من ضمن الأضرار اللي هو عدم وجود المسارات، هذا شيء يعني ما حد يتناقش عليه. كذلك اختيار الدراجة والمقاس، كذلك هذه من الأشياء اللي الجلوس باستمرار على المرتبة دون تغيير الوضعية والوقوف، لأن الجسم سبحان الله دورة دموية، فيحتاج أن الشخص يعني أثناء الممارسة تحتاج الدورة الدموية. لازم يختار يعني مقعد معين لكل شخص ولا؟ اي على حسب طبعا الدراجة الوزن. الوزن والمقاس لابد ان يكون المقاس مناسب، عشان كذا احنا دائما نتكلم ان الشخص اذا حبيت تمارس رياضة حتى بالرياضات الاخرى، اذا شليت الوزن في هو وزن وشيله زيك لكن في غير وضعية صحيحة اثر عليك وسبب لك مضاعفات. الدراجة نفس هذه تعتبر رياضة لها قانون من ضمن قوانينها انك تاخذ الدراجة بالمقاس المناسب اللي يناسبك بحيث انك تمارس رياضتك، وغير كذا زي ما ذكرنا الادوات السلامة. يعني انا اشوف دراجين كثير يمارس رياضته في بالذات في وادي حنيفة بدون خوذة بدون انوار، اذا مارس في الليل يا اخي ايش دم صاحب السيارة لما تبتليه وانت تمشي في الطريق وانت بدون انوار، لازم تكون هناك انوار منبهة خلفية وامامية وكذلك عواكس الخوذة، لأن الخوذة سبحان الله هي أهم شيء في جزئ في جسم الإنسان الرأس، أول ما يسقط بعد يعني لا قدر الله الدراج بيسقط على رأسه وارتطامات على الرأس أحيانا، فالخوذ لابد أن يكون دائما يعني حتى مشوار بسيط الأخير وفي الأول هي سلامتك مقدمة. هذا الأهم. نعم. الله يعطيك العافية كابتن مسفر.